بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدي ومتابعي قناة السير. مرحبا بكم في هذا العرض المتميز جدا. جبنا لكم واحد الهميزة، أرض مساحة ديالها 5 هكتارات تيتر فرونسي كما كتشاهدوا في هذه البطاطا. ما شاء الله التربة الخصبة الفلاحة ديال الفلاحة ما شاء الله مشاهدي ومتابعي الكرام، كما كتشاهدوا المنطقة ديال الماء ما شاء الله، كما كتشاهدوا بطاطا طالعة كي طالعة ما شاء الله، هذاك الشيء رائع جدا كما كتشاهدوا. 5 هكتارات تيتر فرونسي كتباع بالبير ديالها، الضو بالفيلا سومي فيني، فيها واحد الفيلا سومي فيني كطلع على واحد المنظر رائع. يعني هاد الفيرما بالنسبه للناس الفلاحه، الناس العشاق ديال الطبيعه الكالم، فعندها الانتاج ديالها. ما كتشهد البطاطا، دير البصلات، دير اي حاجه. فكما كتشاهدوا الكوتاكوت، كاين الكوتاكوت ما شاء الله، هذاك الشيء رائع جدا كما كتشاهدوا، رائع. فيها حتى الزيتون، فيها الزيتون كبير وفيها الزيتون صغير متابعينا وشهدنا الكرام. كاين الزيتون هنا، كاين الزيتون هنا في الهبطه، كاين الزيتون. يعني غير شاهدوا هذاك الشيء كامل متابعينا وشهدنا الكرام. البير كاين، منطقه ديال الماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فعرض متميز جدا كما كتشاهدوا. هذه هي الفيلا ديالها، هذه سومي فيني، هذه فيلا سومي فيني، يعني غاسها واحد الاصلاح ضروري، واحد الاصلاح بسيط. الضو كاين، هذا الضو كاين، الضو كاين كما كتشاهدوا، كطلع على واحد المنظر رائع. يعني فيلا خاصه الاصلاح، خاصه واحد الاصلاحات، ماشي اصلاحات جذريه ولكن اصلاحات كما نقولوا ضروريه، الصباغه وتقاد سومي فيني كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، كبيره ما شاء الله، شيء رائع جدا كما كتشاهدوا. هذه هنا اطلاله على الفيرما كما كتشاهدوا، يعني رائعه جدا كما كتشاهدوا امامكم متابعينا الكرام. هذه البطاطا اللي كاينه، بطاطا كاين هذا الزيتون هو داخل في الارض، هذا الزيتون داخل في الارض، وكاين هذا الزيتون حتى هو كذلك، هذا الزيتون كاين. يعني عرض متميز جدا متابعينا الكرام. البير كاين، حنا هذه الفيلا هي هذه، الدخله ديالها هي هذه، خاصه اصلاحات، خاصه اصلاحات كما نقولوا، ولكن عندها واحد الموقع رائع جدا صراحه. درجات ما كتشاهدوا متابعينا الكرام، فعرض متميز جدا صراحه. هذه كاع بطاطا كلها، هذه الفيرما هي هذه، مشات هي هذه، هذه كامله. وهنا كاين الزيتون، وكاين عاوتاني واحد الزيتون هنا، عاوتاني كاين هذا الزيتون، عاوتاني زيتون، هذا الزيتون كاين هنا، هذا زيتون هو صغير. 5 هكتارات تيتر فرونسي، تربه خصبه ما شاء الله، والمنطقه ديال الماء، هادو جوج حوايج صراحه ما شاء الله. يعني هذاك الشيء رائع كما كتشوف التربه الفلاحه ما شاء الله، وجات على القدرون. شو التربه كي دايره هنا، انسان يدير البصله كوتاكوت ما شاء الله، شو التربه كي دايره ما شاء الله. هي راه كل هنا كاين واحد القدرون، كي دايز واحد القدرون، جات على القدرون. ها الفيلا سومي فيني هي هذه، فعرض صراحه. هذا الزيتون، هذا الزيتون حتى هو زيت، التربه ديال الفلاحه، ديال البطاطا، ديال البصله، ديال الفلاحه، ديال الاشجار المثمره، فعرض متميز جدا صراحه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هي هذه البطاطا ديالها، 5 هكتارات بالبير ديالها، بالضو ديالها، بالزيتون ديالها، زيتون كيعطي، كاين زيتون صغير وكاين زيتون كبير، بمنطقه ديال الماء ما شاء الله. الثمن ديالها، وكاين البير، حتى البير كاين، غنشاهدوه بعد قليل، فبقوا معنا متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام. كما كتشاهدوا التربه ما شاء الله، هذاك الشيء رائع جدا. وهذه الفيلا هي هذه، الفيلا سومي فيني، التربه ديال الفلاحه ما شاء الله، بطاطا ما شاء الله كي طالعه ما شاء الله كما كتشاهدوا، الكوتاكوت، هذاك الشيء رائع صراحه كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. بطاطا ما شاء الله كي طالعه ما شاء الله كما كتشاهدوا امامكم، بطاطا طالعه مخيره ما شاء الله، يعني التربه كتبين ان يعني صراحه واعره، منطقه واعره. فبقوا معنا بعد قليل غنشاهدوا البير ديالها. اذا مشاهدي متتبعي لقناه تيسير، فهذا هو البير ديالها ما شاء الله، صوندا المنطقه ديال الماء ما شاء الله، اللهم زد وبارك. فكما كتشاهدوا هذا هو البير، اللهم زد وبارك، ها البير ديالها. يعني صراحة فيرما واجدة مغروسة بالبطاطا، بالزيتون، فيها الفيلا اللي سومي فين، خاصة الإصلاحات باش نكونوا معكم دائما واقعيين. هذا هو البير، هذا البير ديالها ما شاء الله،
الصندا ديالو يعني منطقه ديال الماء ما شاء الله كما كتشاهدوا، داكشي بلي بوسه كتشاهدوا، والناس ديال الفلاحه راه اكثر اختصاص كما كتشاهدوا البوم ما شاء الله منطقه ديال الماء ما شاء الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فكما قلنا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فيرما واجده خمسات الكتارات بالفيلا ديالها سومي فيني، بالبير بالضوب بالبطاطا ديالها بالزيتون، فعرض متميز صراحه. الارض ما جاتش منبسطه ولكن جايه فيها واحد الميوليه، ولكن ارض فلاحيه، ارض فلاحيه. الجميل في هذه الارض وهو انها يعني ارض بتربه خصبه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فاحنا معكم دائما هنا من اجل نقل الصوره كما هي مشاهدي ومتتبعي قناه تيسير. فصراحه ارض زينه ما شاء الله كما كتشاهدوا، ارض فلاحيه ممتازه جدا، ديال البطاطا ديال البصله ديال الاشجار المثمره. فخمسات الكتارات بالفيلا سومي فيني ديالها اللي كتحتاج اصلاحات، كذلك البير، كذلك مغروسه بالبطاطا، اشجار الزيتون كاين اللي عمرها صغير، كاين اشجار الزيتون كذلك اللي كبيره في العمر، البير صندا ما شاء الله. فالثمن ديال هذا الخير كامل كله، وجات على الغودرون، عندها دو فاصاد يعني جات شوكه، عندها واجهه على الطريق المعبده وواجهه على الطريق ديال التفنه. الثمن ديالها 300 مليون، والثمن بضروره الحال قبل النقاش مع ممولين الارض مباشره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فاللي بغى مزيد معلومات وبغى الزياره ديال هذه الارض فيتواصل معنا 06 70 96 48 84. اعيد 06 70 96 48 84 يعني عرض متميز على قناه تيسير كما كتشاهدوا. هذه البلاصه خاويه، الانسان يديرها مثلا اشجار مثمره، كاين البطاطا كاين الزيتون ما شاء الله كما كتشاهدوا. هذا هو اشجار الزيتون اللي كاينه، هي هذه وهي الفيلا، هي هذه، هذه الفيلا اللي كاينه هنا سمي فيني، جايه في واحد الموقع صراحه. الفيلا كطلع على واحد المنظر رائع بانورامي، جات عاليه وكطلع على جميع الفيرمات اللي كاين هنا، كلها فيرمات. هذه المنطقه ما شاء الله كلها فيرمات هنا، كلها فيرمات ما شاء الله، يعني منطقه ديال الماء، ديال الماء. باش كنتكلموا على منطقه ديال الماء، هي الارض ما جاتش بلا ولكن فيها الميوليه، ولكن ارض ديال كتحرت كامله، وارض ديال يعني ديال الفلاحه بماء وديال الكالم وديال الهواء النقي. الانسان اللي بغى يدير هنا الفلاحه ويسكن مع راسه، فقريبه على القدرون، على القدرون جات. فمشاهدينا الكرام، بالنسبه للموقع ديالها جات في النواحي ديال طوشطات، فيتواصل معنا اللي بغى مزيد معلومات يزورها مباشره، يتواصل معنا وعلى ومرحبا به باش يشوفها مباشره. وحنا دائما رحنا الاشاره ديالكم، واللي عنده شي طلب بغى يشري شي ارض ولا شي حاجه يتواصل معنا، ودائما مرحبا به. فكما كتشاهدوا هي هذه، هي هذه ما شاء الله، هذه السمي في هذه الفيلا، راك تطلع عليك المنظر يعني صراحه منظر رائع. وهذه البلاصه هذه تابعه لها حتى هي، الحد ديالها هو هذاك، لكن ذاك الزيتون تا هو داخلها في الارض، يعني فيرما صراحه ممتازه جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. فجات على القدرون، على القدرون جات. فاللي بغى يتواصل معنا الف مرحبا به، ونتلقاو في عرض جديد ان شاء الله، وشكرا على المشاهده، ونتلقاو في فيديو جديد بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.